وهذا سائل يسأل يقول: أحسن الله إليكم، هل حديث الشفاعة الذي ذكرتموه فيه أن الأنبياء ليسوا بمعصومين؟ إيش أجاب السؤال هذا؟ من قال أن الأنبياء ليسوا بمعصومين؟ لكن الأنبياء قد يقع منهم بعض الخطأ، لكن معصومون من الاستمرار على الخطأ، لأنهم يتوبون. ما ذكر لنبي ذنب إلا ذكر معه توبته، فهم معصومون في النهاية، قد لا يكونون معصومين في البداية من الصغائر، وأما الكبائر وكذلك ما يبلغون عن الله من الوحي فهم معصومون، معصومون في تبليغ الوحي، معصومون من الكبائر، أما الصغائر فقد تقع ولكن يتوبون منها ولا يستمرون عليها. نعم.